From the air, the city does not reveal the pain it has suffered for the past few months. So we have to descend and see for ourselves what's happening on the streets and alleys of this country. This is Aleppo. The ruins that have left traces of themselves in different parts of Aleppo indicate the evil intention of those who took control over some parts of the city for a short time. We have to do a report on the city and its residents. Some Syrian soldiers who have witnessed the incidents accompany us on our short trip. Yad is one of those soldiers whose smiling face calms the people down and lifts their spirits. بالبناء اللي موجود هو عبارة عن فندق مدني كان بيسكنوا كتير صحفيين لتغطية أحداث حلب وبيسكن فيه كتير ناس مهجرين كان من أهالي حلب مهجرين من بيوتهم بسبب العصابات الإرهابية طبعا حتى الهروب لما كان لأماكن آمنة ما قدر الهروب هذا أو الالتجاء لما كان لأماكن آمنة إنه حتى يحميه فكان الإرهاب دائما يدخل حتى للأماكن الآمنة بنشوف هون الفندق إنه هو كان الناس بريئين كانوا يسكنوا فيه ناس صحفيين ناس تم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية المجرمين طبعا عن طريق التفخيخ والتفجير طبعا هن الغاية من كل هالاسلوب هذا هي السيطرة العنف استباق العنف طبعا هن بيستخدموا العنف من اجل ارعاب المواطنين السياسة العنف اللي هن بيتبعوها بتؤدي للمدنيين للهروب فبيصير عندهم بيئة خاصة فيهن مهدمة مدمرة بيستطيعوا من خلال هالبيئة هاي ان ينشطوا من خلال الأبنية المدمرة والتكون خالية من السكان ان ينشطوا بطريقة أسرع بطريقة لتصدي الجيش شعب حلب نحن بإذن الله تعالى بوجودكم بسم الله بدكم تعبسون ببواكم هالسرير من الشرف الله يبارك فيك حاسك عم تحكي من حرقة قلب خير لأني ألمي ماتت لا إله إلا الله كنت ربوك الناس مرة كبيرة تعلم السيرة وضربوها فقدنا أمي في ذا الوطن في ذا أطراب الوطن لا أمي غالية مثل ما غالي الوطن أمي غالية صح ونحن في ذا الوطن كلها أنا الله مستعد ألبس قبل وأنزل تمام ما لها ساكتنا مثلي مثلي أنا حضبت الوطن ومرجع مغضب الوطن صارت سوريا كلها مزروعة بحلب وحلب صارت هي قلب سوريا كلها حلب قلبها كبير بسع السوريين كلها إن شاء الله يا رب إن شاء الله قال لي جاي أفتح المحل هو بيجي بفتح قبلنا قال لي وصلت عند درجات الحديقة ودق لي تليفون على البيت قال لي عمو أبو عادل لا تنزل على الشغل قلت له ليش قال لي اللي كان درابة انقلعت والبلور تكسر والمنطقة كلها قايمة قاعدة لأنه في تفجير كتير كبير صار عند السياحي عند فندق السياحي عند فندق السياحي أيوة. وأنا ما قدرت جيت بعدين اطمنت لوقت ما وصلت لهون يعني ما في سير بتعرف اطمننا أنه الحمد لله الأضرار كانت بسيطة ما هي كانت أضرار كتير عبارة عن بلور ودرابية وشوية هيك خربطة بالمحل صلحناهم خلال يومين ثلاثة يومين أنا هون كنت جوات النادي بعد عزم التفجير طرت خبطت بالحيط تقريبا بالساعة 8 بين تفجير الأول والتفجير الثاني ما في غير دقيقتين هذا التفجير الثاني كمان وتسللوا عنا ثلاث انتحارية هزمين حالهم دخلوا إلى النادي نادي ضباط وهون طبعا صار اشتباك بيننا وبينهم ووقعناهم دغري فورا على الأرض
وفي منهم هربوا قتلوا دغري بأرضهم، وفي انتحاري فجر حاله بالساحة ساحة سعد الله الجابري. طبعا كان في عنا حرس هنيك يوم دخول السيارة فاتت من عند خلف الكازية، أطلق عليها النار ما وقفت، بقى دغري فجر حاله الإرهابي. هون إرهابي فجر نفسه في ساحة سعد الله الجابري، وقع إصابات مدنية. The ignorance of those who take innocent lives to find salvation and enjoy an everlasting life ensures the enemy's survival. Some parts of the city that have recently been freed clearly show the evil intention of the enemy. The enemy wants no one to remain in the city. They also intend to gradually destroy everything by spreading silence, inactivity, and terror. That's why the enemy resorts to murder and rape and loots people's properties and destroys their city. حسالة المجتمع، مين ما قالوا شغلة، مين كان بالسجن، مين حرامي، مين كذا، جمعوا بعضهم صاروا عصابات يشلحوا الناس. يبس كل واحد بدهم ياخذوا، وين ياخذوا على أساس أنه يعتقلوا وياخذوا منه مصاري. طبعا كمان المول بيمدن بالمنطقة العالية مثل ما بنشوف هون. طبعا على المول هون كان تمركز مجموعة من القناصين من أجل استهداف كافة المنطقة المحيطة بمنطقة السيف الدولي. المول كان مركبين قاعدة لاسلكي من أجل تأمين الاتصالات، من أجل تأمين أكبر دائرة تغطية الاتصالات الموجودة بين المسلحين، وطبعاً متمركز بعض القناصة. There is more destruction in another part of the city. The houses here lay in ruins, broken walls and windows. The occupiers have made holes in walls to move from one house to another. The ruined city and the vacant houses reveal the evil intention of the enemy. The brutal attacks on the city disclosed the false claims of those who entered the scene with catchy slogans. The city's mosque is standing tall and testifies to our words. The black slogans on a wall inside a school that's now devoid of the happy and innocent voices of children read, "We call for an Islamic government. Let's go for jihad." Those who don't know the enemy believe that they have come from faraway lands and crossed the seas and mountains to free the ones caught in the traps of injustice, ignorance, and poverty and lead them to freedom. تم استهداف أول شيء هذا البيت مدني بقذيفة هاوين، كانت مقصود منها الكنيسة الموارنة، وهي الكنيسة من عام 1873 معمرة. شوف هلأ في هناك كمان استهدفوها قذيفة أربيجي، بعدين نزلت قذيفة هاوين بس ما انفجرت بمطرانية الروم كاثوليك، وبعد بأسبوع نزل اثنين هاوين وراء بعض انصاب فيهم الأب عماد ظاهر، وهلا في اضرار جسيمه بعينه موجود ببيروت باوتيل ديو. قبل ما يتوفى
الساعة 9 إلى 10 بالليل اتصل فيني. أنا صار لي شهر ونص ما شفته، كان يزعل مني ليش ببكي. قال لي لا يا أمين دمعتك بتحرقني. كي ودعي لي وصلي لي ما تبكي. دعي لي وصلي لي إلي ولرفقاتي. هاي البلد لازم نحن يعني ندافع عنها حتى تنتصر على الأعداء. اتصل فيني 9 إلى 10. قال ماما أنا جاي بكرة الساعة 10. يلا حجي يلا يلا شغول. ثاني يوم الصبح ما بيجابني استنيت وما يجا. عملت له قلت اللي بحبها كمان ما بيجا. اتصلت فيه خارج تغطيه. يمكن قلب الام دليله ما بعرف. حتى قلت لها لبنتي ماما مسحي البيت اخوك بده يجي المستشفى. قال لها شو عم تحكي؟ قلت لها قلبي حاسسني. Pierre's mom talked about his son. She helped us realize the feelings of her big, mournful heart and appreciate the principles she passionately adhered to when raising her son. احترام لبيت الله. وهو انصاب شظية بصدره بس رفيقه انصاب بإجره صرخ له. قام سحبه لبرا الجامع حطه بالبيكاب ويعني مشان يصرفوا على المشفى. قال له انت صدرك كله دم. قام طلع قال له معلش جاب كيس مي حطه على صدره. قال له انا ما بترك اخواتي جوا لحالهم يعني عم بيدافعوا. رجع مرة تانية وجابوا رصاص القتل ومات. والله في شغلتين صاروا معي. اول شغله انا وقت طلعت وشفته لعمي بمعش قبل ما يجيبوني هون على البيت جوات قلبي شغله. فتحت المعش طلعت على الرصاص اللي ياكلها هو. بيني وبين نفسي اذا الرصاصه بصدره الله يرحمه، بس اذا الرصاصه بظهره اختلف الرأي. الحمد لله من الرصاصتين بصدره. هذا دليل على أنه كان في وضعية مواجهة. Pierre's father was happy his son was martyred in a face-to-face fight with the enemy. What can the enemy possibly be able to do when faced with such faith, such sacrifice, and selflessness? هدفهم انه يهجرونا من هالمنطقة ونحن ما راح نطلع من هالمنطقة. في واحد فوق نزل فوق الاسانسور، هذا الدرج انكسر شفتوه؟ كان في درج هيك ممر شفتوه؟ هذا وقع كله يعني ما بقى في درج. كانوا ينتقلوا من هون لهون عبر الدرج. فهمت علي؟ راح والواحد الثاني هذا مكتب نائب المطار. يعني كثير بنحب الغاليين يعني هدول اولاد اخواتنا، هدول اخواتنا اولاد اخوتنا اولاد اخونا اولاد اختنا، هدول حبايبنا بنحبهم. بس ولا شك عم بيعملوا ما بعرف. الله يصلحهم وينور لهم دربهم.
إذا بنصلحوا إذا بنقول لهم دربوا ما بيعرفوا الدرب ماشين عشان نقول بيطلعوا ياخذوا حوريات أو المصاري المصاري بتجي بتروح بس البني آدم ما بتجي بروح كل شيء بتعمر بس الروح إذا راحت ما بتجي بدالة ومطلب الله يخلي جيشنا ويخلي رئيسنا لو ما هن حبيبي إيش كان صار فينا من هالإرهابيات هالشياطين هو اللحمة الوطنية بحد ذاته أنا أخوي بيكون ممكن يكون بالجيش وابن عمي ممكن يكون بالجيش وجاري ممكن يكون بالجيش عرفت؟ نحن بحياتنا بسوريا ما حدا حكى بطائفية أنا خدمت جيش وما حدا عرفني مسيحي إلا وقت تسرحت مكتوب على دفتر العسكرية غير هيك ما حدا بيعرفني منصوم مع رمضان كل الشباب المناظر معي العظيم في الشهداء جوار جس أشفع إلى المسيح لله في خلاص نفوسنا ومنقول أبانا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض عطينا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين روح الشهيد كثير غالية أنا يمكن من قبل كنت أسمع أنه فلان استشهد أزعل فعلا بس ما كنت مقدرني نهائيا أنه مشاعر الألم وقت اللي تختلط بمشاعر الفرح والعزة والافتخار توصل لهالحد هذا حتى تعيش صراع جواتك بين أنك تفرح أو تبكي الله يحمي جيشنا جيش عقائدي لهذا السبب هني بدهم يطلبوا القوة اللي حامي هذا البلد الله تعالى بيريد الإنسان حر يعبده بحرية ما بيرغموا على هذا معتقد معين وهالسبب التفاهم وقبول الآخر هو من شيم الله تعالى سبحانه وتعالى اللي يخلقنا أولاده وخلق العباد كلهم رب العالمين ما رب فئة معينة فهو يقبل الجميع والقرآن الكريم ذاته بيقول أنه النصارى واليهود صلوا لا خوف عليهم ولا يحزنون وهم عند ربهم فإذا هن جايين عبكفروا القرآن حسبين حالهم رجعوا على الأصول ضد شرع إسلامي ضد شرع طبيعي ضد الله تعالى صفاته عم يشوهوها فهذا قوى الشر تعمل وهذا محنة حتى نحن نرجع لذاتنا نفهم أنه الإيميل اللي كانت لوطننا ما كنا نقدر ما نقدر النعمة إلا ما نضيعها فنقدر قيمة الوطن نقدر أن نحن الوطن ما فقط تنستفيد منه نتمتع بخيراته لكن لازم نخدمه Although the brutality of the enemy has inflicted serious damage on the city, it reveals the malice of those who have entered the scene, promising freedom and peace. إنه أهل هالمنطقة هاي لأنه بيحبوا سوريا بيحبوا قائد سوريا دخلوا وأكبر مثال على كلامي شوف بعد التفجير شو معلق بغرفة نوم الولد شوف شو معلق بغرفة الولد هون هون في غرفة لولد صغير عمره 12-13 سنة هونيك شوف شو معلق على حيط غرفته هاون هاي كاميرا كاميرا التصوير بس ضربناها مشان شو تصوير بعدوا العناصر يراقبون على طريق الشاشة على الكمبيوتر شوفوا كم عنصر كم هذا مسكنا منهم كثير هاي مسكنا منهم تظن اوكي
كانوا حاطينا هون نحن شلناها كسرناها في عندهم كاميرتين لاسلكي كمان. The soldiers of the Syrian army managed to push the enemy out of many parts of the city and restore peace to the disturbed areas. Here and there, we come across people who have started coming back to their homes. Their presence breathes new life into the area and proves they are prepared to reconstruct their city, despite the scars inflicted upon it by the enemy. السلام عليكم. كان يوم جمعة بدي الساعة 5 قبل المغرب، ضلينا بلا فطور بلا سحور طول الليل والضرب شغال هون هاي الغرفة ونحن قاعدين في البيت. يوم هذا الشباك نزل كنا قاعدين آخر البيت، بعدها نزلنا على الملجأ ضلينا 14 ساعة لبين ما حسنا نطلع. طلعنا والضرب لسه شغال. ايوه احنا كنا ننتقل من هون كله جديد نشتري، هذا له جمعة شريته، كنت غرفة النوم كله جديد نشتري. ايوه في هنيك غرفة النوم كلها محروقة ما بقي شيء. هاي هون كانت غرفة نوم. هذا هون تجهيز بيت، كنا نجهز بيتنا، هذا كله خلاطات كله احترق. والله قاعدين ما في شيء فجأة هيك صار. والله أنا جد ضليت قد يعني لهلا ما عم بستوعب إنه ما في غرفة نوم ما في لبس ما في شيء. يعني جاي بقيان كم غرض عم نجي بناخدن والأحسن من بلا خربوا بيوتنا. والله وقت ما دخل جيش الحر صار هيك يعني طالعونا من بيوتنا وخربونا هالبيوت خربوا هالدنيا هاي. والحمد لله رب العالمين وقت ما جاء الجيش السوري الحمد لله رجع الأمان ورجع الحب هون ورجعنا سكننا الحمد لله رب العالمين بفضل الله والجيش السوري. أصلا لو جايين ليبركوا عاديين ما كانوا خربونا هيك هالمناطق الحلوة، ما كانوا خربوا حلب، ما كانوا خربوا هالمناطق الأثرية، هن جايين بهدف يخربوا بس. Although the enemy has destroyed the city, frightened the people and disappointed the children, the sound of life can still be heard in the city. The city has experienced many wars, insurgencies, and challenges during thousands of years and has learned valuable lessons. حلب كانت عبر التاريخ هي نقطة تلاقي، تعالوا لنتلاقى في حلب ونخرج من هذه الأزمة من خلال طويلة حوار مستديرة نتصالح فيها جميعا مع بعض، نعترف فيها جميعا أننا أخطأنا في حق هذا الوطن قبل أن نخطئ في حق بعضنا البعض لنستطيع أن نتجاوز هذه المحنة. اليوم السلاح لن يخدم، سيقود إلى سلاح أكبر وسيقود إلى إشكاليات أكبر. الذي يخدم هو أن نمتلك النضج الفكري، النضج الروحي، النضج الإنساني، النضج الوطني، فنستطيع أن نبني معا سوريا بالطريقة التي تسترد دورها المحوري في هذه المنطقة وتكون منارة تشهد فيها للجميع. Over there, a Syrian soldier, who is the initial narrator of our story, is reciting a poem with children. This is the reality of a Syria that disappoints its enemies and humiliates them, and makes the precious values of the homeland be remembered by its children forever.